في صحارى مصر برز محاربو الشمس لكونهم الفائزين بالمباراة السادسة، وهم الآن في طريقهم إلى رودوس. تخطى علي اختباراً مهماً آخر، وتحتاج دوميتيا إلى كشف خيانة كانيديا. منظر مذهل. نحن عند النقطة الأوسع من نهر النيل. مغيب الشمس هذا يذكرني بوطني. لم أكن أعرف أنك عاطفية إلى هذا الحد. اقتربنا من الإسكندرية، من هناك سنبحر نحو رودوس. تكاد المباراة أن تنتهي الآن، ألا يسرك هذا؟ لا شيء يهمني بعد الآن، لا شيء، أمي ميتة. ماذا تعني بأنها ميتة؟ لما تقول هذا يا علي؟ لطالما كنت متأكدا من أنها حية في مكان ما، لماذا غيرت رأيك؟ رأيت أمي عندما كنا في الهرم، كانت شيطانا. لكن يا علي، ما رأيته كان مجرد هلوسة سببها إطلاق الزين للطاقة السلبية. يمكنك أن تدعوه كما تشاء، لكنني أعرف ماذا رأيت. يا للطفل المسكين، تحطم قلب المتسول الصغير. أنوبس العظيم، زد من حزن عدونا المثير للشفقة حتى يصبح غضبا أعمى. وعندما تغيب الشمس، افتح أبواب الظلمات وقده إلى سقوطه النهائي. مساء الخير. وصلنا أخيراً إلى اليابسة. لا أعرف بشأنك، لكنني سأبحث عن حالة. سأبحث عن شيء أكثر إثارة للاهتمام. إلى أين الآن أيها القبطان؟ ما هي أوامرك؟ أهلاً بكم، أنطونيوس ينتظركم. المباراة السابعة والنهائية، أتساءل ما هي؟ أهلاً بكم أيها المجالدون، لقد وصلنا إلى نهاية مباراة العجائب. هنا في رودوس ستواجهون التحدي السابع. لقد تباريتم جميعكم بشجاعة وبراعة فائقتين، لكن الآن علينا أن نقلص عدد الفرق. يؤسفني القول إن الفريق الأيبيري قد فقد أهليته. لكن لماذا؟ هل غش برينو؟ لقد عرف الحكام أن قائدكم برينو متزوج من امرأة من منطقة ماغنا الإسبانية. هل هذا صحيح؟ أجل، ولكن عليكم أن تروا تلك المرأة، فهي سمينة كبقرة عجوز. لكن الفائز في هذه المباراة سيتزوج الأميرة دوميتيا، ولذلك علينا أن نطردك يا برينو. لا تسمح قوانيننا بتعدد الزوجات، كما أننا قررنا طرد فريقي بلاد الجال والقوقاز رغم شجاعتهما، إلا أن نقاطهما المنخفضة تمنع أي احتمال لهما بالفوز، ولا فائدة من استمرارهما في المباراة. لذلك ستكون بقية المباراة بين البريطانيين وفريق ابن آوى والمحاربين والنوميديين. أتمنى لكم ليلة سعيدة. الآن سنبحر غدا نحو رودوس. رسالة من أنطونيوس. أرسل أنطونيوس رسالة إلى الإمبراطور. مم.
في هذه الأيام شعرت بحال أفضل، ربما لأنك كنت ابنة طيبة معي، وربما لأنك مقاتل قوي لا يستسلم. أظن أن هذا هو السبب. أنا مقتنعة بذلك. لا، إن حب ابنتي هو ما يشفيني، فهذا أفضل دواء يحصل عليه الأب. أبي، أريد مناقشة مسألة خطيرة معك، إنها تتعلق بمصير الإمبراطورية. مولاي، أحمل رسالة من أنطونيوس. انتقلت المنافسة الآن إلى رودوس للمباراة السابعة. حتى الآن يبدو أن محاربي الشمس يفوزون. سبق أن تكلمت عن هؤلاء المحاربين، أليس قائدهم تراقياً؟ إمبراطور تراقي، ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ، وستكون رسالة مثيرة للاهتمام للشعب. رسالة أفضل من كاتيليوس. أفهم ما ترمين إليه، لكن لا داعي لهذه العدائية. بعد أن اختفى حفيدي الحبيب ماركوس، فإن مصير الإمبراطورية بأكملها على المحك. عليك أن ترحبي بالتراقي أو كاتيليوس أو أي شخص آخر كزوج، وعليك مساعدته ليحكم هذه الإمبراطورية بحكمة. ليس بالضرورة، قد تستعيد عافيتك إن توقفت عن تناول الدواء. أحسنت قولاً أيتها الأميرة دوميتيا، فقد أدى ذلك الدواء بالتحديد واجبه. حان الوقت لننتقل إلى دواء جديد. لاحظت أن العجوز فقد القليل من وزنه، فحضرت له دواء أقوى بكثير. لا، لا أصدقك. أليس عليك حضور المباراة؟ هناك يحتاجون إليك الآن، ففي النهاية كل هذا كان فكرتك عزيزتي. لكنه يتحسن. وهذا سبب آخر لعدم الحاجة إلى وجودك إلى جانبه. حان الوقت الآن لتعود إلى الشرق وتتابع المباراة. إنه الوقت المناسب لتبحثي عن ابنك. لم نسمع أخبارا عنه منذ وقت طويل، لا نعرف حتى إن كان لا يزال حيا، أليس كذلك أيتها الأميرة؟ لا. بلى، يجب أن تركزي على العثور على ماركوس الحبيب. هل سمعتي هذا؟ والدك الحكيم يوافقني الرأي، إضافة إلى أنها إرادة الآلهة. هذا صحيح يا ابنتي. لكن أي آلهة؟ حملوا المؤن إلى متن السفينة، أريد أن أبحر عند المد. هذه هي سفينتنا. قللوا من الأسئلة وضاعفوا العمل، هيا. أنزل هذا. أعطني هذا أيها القزم. شكرا. ماذا يحوي؟ الرخام؟ الوساخنة. منظرها شهي. فعلا فعلا. شكرا لك. شكرا. إنها لذيذة فعلا. لكنني لم أسمع الأمر بالإبحار، وما من أثر لقبطان السفينة. لما تفترض أننا أبحرنا؟ لا يحتاج الطاقم الجديد إلى سماع أوامر القبطان. نظرة سريعة إليه وسيعرفون تماماً ماذا يفعلون. أهلا بكم على متن سفينة المتواضعة. ظننتك قلت إنك سترحل الآن، بدا أنك تودعنا في بابل. أجل بابل، سأخذ واحدة. بدأت أشتاق فعلاً إلى البحر والهواء المالح، لكنني بعدها بدأت أشتاق إليكم جميعاً يا أصدقائي. ثم سمعت أنكم سافرتم إلى مصر، لذا ها أنا هنا. لا أظن ذلك، أظنك سمعت أننا نفوز بالمباراة، لذا أتيت بحثاً عن مال الجائزة. أرى أنني ما زلت أحظى بثقتك يا علي، لكن رغم ذلك استمتع برحلتك البحرية الممتعة. طبعاً، لكن لابد أنك تأخذ مكافأة من الرومان. هاي، يحاول أكيسار إزداءنا خدمة كبيرة، لذلك لا تفسد الأمر علينا. اتفقنا؟ بقي تحد واحد لمواجهته، وبعدها أنا واثق أننا سنصل إلى روما أبطالاً، وإلا فلن نصل أبداً. إذن يجب ألا نهزم، يجب أن نفوز بأي ثمن وبأي وسيلة ضرورية أيضاً. أنت مثير للشفقة، رغبتك وحدها لا تكفي لتغيير مسار الأحداث. لم تخذلني قوة إرادتي يوماً، ولا أتوقع أن تفعل الآن.
تتمثل فرصتك الوحيدة بالفوز عبر إطاعتي. غوتا، أنت تجعلني فخورة جداً. سمح كاتيليوس لأعدائنا بالفوز، ولا يمكن أن يستمر هذا. وحدك قادر على إيقافهم. اذهب اليابسة. أرى رودوس، كدنا نصل. حقاً؟ أن ترى العملاق؟ ليس عملاقاً، إنه تمثال، سنراه قريباً. انظر إلى حجمه، يكاد يبلغ طوله 100 قدم، وهو وسيم أيضا. أظنه طويلا قليلا بالنسبة إليه. كانت الرحلة مريحة جدا، لكن حان الوقت الآن لنعود إلى مهمتنا. أنت جدي دائما أيها العجوز، قد تنعشك ضحكة جيدة. فلنأمل ألا يفاجئك مصيرك أيها القبطان. صحيح. قواعد هذا التحدي بسيطة جدا، سيتلقى كل فريق شعلة صغيرة وسيحملها إلى هناك إلى النار في قمة التمثال. الفريق الأول الذي يصل إلى القمة ويضع شعلته في النار المقدسة سيكون هو الفائز، لكن احذروا، يسمح لكم بإعاقة منافسيكم بأي وسيلة ممكنة. مذل، سوف أبقى هنا وأراقب كل شيء بأمان. جيد، نحن نريد أن يتنافس الأفضل. أنت سعيت إلى هذا. يرودو، التوأمان، ومن أيضا؟ عليك أن تختارني، ألا تظن أنني كنت جيدة في السباق؟ لقد أبليت حسنا، لكن هذه المرة سأختار علي. هل سمعت؟ هذه المرة سينضم إلينا المتسول الصغير في المباراة. إنها فرصتنا لقطع عصفورين بحجر واحد. سنحرص على أن تتسلق أنت عندما يفعل صبي، وعندها سنقضي عليه. أجل، سأكون أداة والد أنوبس، وستكون الإمبراطورية لنا. دعنا لا نستبق الأمور، كل ما عليك فعله الآن هو قتل الصبي حتى أتمكن أنا من الفوز. أليس علي مواجهة أحد التحديات الخاصة؟ لماذا سأشارك في المباراة؟ أحياناً تكون الأسرار مخبأة أمام أنظارنا تماماً. يعتقد معظم الناس أن التمثال مكرس للإله أبولو، في الواقع بني تكريماً لهيليوس الذي أنقذ المدينة من المعركة. من يهتم لهذا، هيليوس أو أبولو؟ ما الفرق؟ أنت عليك أن تهتم يا علي، لأن هيليوس هو إله الشمس، وهو من اختارك لتقاتل باسم نوره الخالد. إذن أنت تعني أن هيليوس هو إله آخر، ميترا مثلا؟ أجل، روحه الصافية تغذي الشعلة التي يحملها، لكن أعداءنا أيضا يعرفون هذا السر ويريدون إخماد النار المقدسة. إن سمحنا لهم بفعل هذا فستغطي ظلمة الشر الإمبراطورية. يا أصدقاء الشرفاء، انضموا إلي هذا المساء في الترحيب بضيفة شرف مميزة، الأميرة دوميتيا. ها أمي. هذا الوقت ليس مناسبا لتصغي إلى قلبك، لا يزال وضعك فائق الخطورة، يجب أن تظل مختبئا. مولاتي، وجودك يزيد من حماسة تحدي يوم غد، لذا أرجوك سأهديك انتصاري. اهده للآلهة وصل أن يحفظوا صحة والدي لسنوات طويلة. لكن كالعادة لست امرأة تلطف كلماتها، وهذا هو نوع النساء اللواتي يشعلن النار في قلبي. ستشكلين الزوجة المثالية. أجل، سأكون الزوجة المثالية، لكن مع القليل من الحظ لن أتزوج شخصا مثلك. أنت تحكمين علي بقساوة يا أميرتي، لكنني أعرف أنك ستحبينني يوما. أظن أن الانطباعات الأولى هي الصحيحة غالباً، ومنذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها يا أميرتي رأيت على الفور امرأة جميلة ونبيلة. شكراً أيها الفارس اللطيف، إن لم أكن مخطئة فأنت الشجاع المدعو سنريك. من القصص التي سمعتها من أنطونيوس أعرف أنك قوي وشجاع. لا تصغي إلى هذا البربري فصيح اللسان، فهو لا يسعى سوى إلى امتداحك لتمتدحيه أنت أيضاً بدورك. وأنت أيضا مغرور وتافه يا صديقي العزيز، تفضلي. أنا واثق من أنك تجيد استعمال السيف القصير، لكن عليك أن تعرف الوقت المناسب لاستعماله.
ثمة شيء واحد يربكني بشأنك، كيف يمكنك أن تسلمي مستقبلك لمباراة لا يمكن التنبؤ بها؟ أجد في هذه مخاطرة كبيرة. فلنقل إنني وجدت ذلك ضرورياً فحسب. لقد فهمت، أنا أتمنى فعلاً أن تمنحني الآلهة انتصاراً تاماً غداً. أحترمك كثيراً، ورغم ذلك أشعر بأن قلبك ليس شاغراً. أنت تحبين أحداً؟ أخبريني، صحيح؟ أو لا، لكنني لا أرغب في التكلم عن ذلك. أنا أترى؟ لا تقلقي، نحن البريطانيون نعرف متى ننسحب. مرحبا أيها الصبي، أرى أنني لست الرجل الوحيد الذي تحطم قلبه الليلة. ابتهج، ما زلت صغيرا جدا لتشعر باليأس بسبب خسارة فتاة. لا يمكنك فعل شيء في المعارك كما في الحب، هناك فائزون وللأسف هناك خاسرون. هذه الأمور تحصل مع الجميع عاجلا أم آجلا، وهذه الليلة حصلت معنا. لقد رأيتها كيف تنظر إلى الترقي. لما فعلت هذا؟ هذا سيحصل عاجلا أم آجلا. ولكن يا ميترا العظيم، إله العدالة وسيد النور، اسمح لنا بالدفاع عن نارك المقدسة. أرجو انتباهكم، التحدي على وشك أن يبدأ. عليك أن تنسحب فيما كنت متقدماً. هيا هيا دعني أنسحب. هيا دعني هيا. هل فقدت مطرقتك؟ آمل أنك لا تفكر في استعارة مطرقتي. أرى ذلك، لكنني لا أصدق. يا له من إصرار. حان دوركما. درودو، هل أنت بخير؟ سأعيش، اذهبي الآن وابدأ بالتسلق. لقد حان الوقت يا مختار ميترا، اذهب، يجب أن تتمم قدرك. أنت حزينة أيتها الأميرة، لقد أدى التراقي أداء ممتازا، ظننتك ستكونين مسرورة، إنه وسيم جدا. هذه ليست لعبة، مع أنها مثيرة للحماس، خاصة عندما يشترك التراقي في المباراة. ها قد وصلت المشاكل. اصمد، انا ات، تمسك جيدا. ماذا تفعل؟ الا تهتم لامر شقيقك ابدا؟ الأمر يتوقف عليك. هذا رائع، تسلقوا بسرعة أيها الغبيان.
أسرعا هيا تسلقا بسرعة أكبر. والآن اقتل هيا. لأي فريق ينتمي هذا الصبي؟ إنه يتسلق بسرعة. أجل هذا صحيح، إنه صديق درودو وهو أحد محاربي الشمس. صديق درودو؟ أتظنين أن لديه صديقة؟ أعني إن حصلت على الترقي. أرجوك اصمتي أنطونيا، سأدعي بأنني لم أسمعك. عرفت ذلك، لم تعد تذكرني، لا تفكر في حتى، لا يهمها سوى الرجل الذي ستتزوج به. يسرني أنك انضممت إلي. سأراك في الجحيم أيها المختار. ليس بعد، أنوي أن أحيا حتى أصبح عجوزا. هيا أيها الصبي استمر في تسلق. للإعجاب أيها المتسول من أنطاكيا، لقد نجحت، وصلت إلى القمة قبلي، لكنني أنا من سيخرج منتصرا. هيا فز بالنور من أجل مجد القيصر. عملك الشاق سيقوي موقف الإمبراطور هادريان. لست سوى دمية يتحكمون بها، تتلاعب بك أيادي المجرمين أنفسهم الذين سرقوا طفولتك. انظر إلى تلك الأميرة التي لا تطاق على متن سفينتها الملكية، تملك هي وعائلتها كل شيء، أما أنت فتركوك بلا شيء. لماذا تخليت عن فكرة الانتقام؟ علي، لا تخضع للكراهية، لا تستسلم للظلمة. Prove avanti a noi, non ci fan paura.